السلام عليكم. اليوم إن شاء الله عندنا يونت 3 الماضي. طبعاً راح نشوف شنو استخدامات الماضي وشون راح نستخدمه. طبعاً الـ past tenses نعبر عن أشياء حدثت في الماضي. قد يكون هذا الشيء حدث منقطع بفترة زمنية معينة، وقد يكون هذا الشيء حدث في الماضي واستمر لفترة معينة من الزمن ثم انقطع. فيعتمد على احنا شنو نريد نعبر او شنو نريد نقول، ويعتمد على السيتويشن اللي احنا كنا بيها، كذلك يعتمد على السؤال اللي انت سألته وشو راح تجاوب. فمثل ما تعرفون اذا عندنا now يعني open، احنا now open بالماضي الفعل او المين فيرب نحط له ed، هذا الافعال الشاذة. فده نشوف احنا نستخدم open اذا كان الحدث حدث قبل فترة قليلة من الزمن. أما إذا كان الحدث حدث بفترة زمنية أبعد، فنستخدم ده تشوفون auxiliary verbs وياها المين verb بالماضي، فنقول was opened. فراح نشوف احنا شو وقت نستخدم opened وشو وقت راح نستخدم was opened. راح نبدأ بالبداية بالpast simple اللي هو الماضي البسيط. القاعدة العامة للماضي البسيط انه نستخدم الفاعل بعدها المين فيرب بالماضي. فنشوف احنا finish بها ed finished، ونشوف ال leave اللي هي المضارع leave المين فيرب بالماضي صير left، و arrive صير arrived، وبعدين تكملت الجملة. هاي في حالة positive. في حالة negative احنا نستخدم الفاعل وبعدها نستخدم auxiliary verbs بالماضي وياها not، بعدين يجي المين فيرب without ed، يعني المين فيرب without any additionals، يعني مثلا finish هي finish، leave leave نستخدمها كما هي، بعدين تكملت الجملة. في حالة questions إذا تيجي تسأل سؤال عن شيء حدث في الماضي، احنا نستخدم أداة السؤال auxiliary verbs بالماضي والفاعل ومن ثم تكملت الجملة اللي هي المين فيرب معها تكملة الجملة. في حالة الشورت انسر تعرفون احنا راح نجاوب بيس اور نو وياها الفاعل وبعدين الاوكسيلري فيرب، واذا كانت اذا كان الجواب نيجاتيف فاحنا نضيف وياها نوت. الباست سمبل لها ثلاث استخدامات. الاستخدام الاول a finished action in the past، يعني انت سويت فد حاله معينه بالماضي وانتهت، فنستخدم احنا الباست سمبل. مثلا واحد يسالك يقول لك مثلا انت شو وقت تقابلتوا، انت مثلا وانت وجون شو وقت تقابلتوا، فراح تقول له وي مات ان 2000، يعني قبل كم سنه انت يعني اول مره شفته وي مات ان 2000، فهنا احنا نستخدم الباست سمبل. او مثلا واحد يسالك يجي يقول لك جون شو وقت غادر، فهو اذا غادر قبل فتره قصيره من الزمن راح نستخدم الباست سمبل، فاقول جون ليفت 2 مينيتس اجو، ده تشوفون انا حددت 2 مينيتس اجو، فنستخدم الباست سمبل. كذلك نستخدمه في حاله اكشنز ذات فولو ايتش اذر ان ا ستوري، يعني انت تريد تحكي في حدث او سيتويشن معينه او اكشن معينه حدثت قبل فتره زمنيه قصيره، نستخدم الباست سمبل. فاقول مثلا ماري ووكت انتو ذا روم اند ستوبت شي لسند كيرفولي اند سو، وتكمل الجمله. فانت قاعد كانه قاعد تحكي قصه قصيره حدثت في فتره قصيره من الزمن او فتره قصيره من الزمن الماضي. كذلك نستخدم الباست سمبل بالباست سيتويشن اور هابت. اذا تتذكرون بالبريزنت سمبل قلنا نستخدمه اذا نريد نعبر عن اي هابت احنا دا نسويها يوميا، ما زلنا مستمرين انه قاعد نسويها يوميا، فنستخدم المضارع البسيط. لكن اذا عندك اي سيتويشن او اي هابت كنت تسويها بالماضي وتوقفت بعد ما تسويها، فاحنا نعبر عنها باستخدام الماضي البسيط. فمثلا اقول when I was a child we lived in a small house by the river،
فده تشوفون انه احنا كنا عايشين ببيت صغير وبعد no more we live in that house. فده استخدم الباست سمبل حتى اعبر عن هابت بالماضي بعد ما نسويها احنا. طبعا دائما الباست سمبل اذا تي تعبر عن هابت معينه نستخدم used to، يعني دائما يستخدمون اليوز تو بالباست سمبل اذا تي تعبر عن هابت انت تسويها بالماضي بعد ما تسويها. يعني مثلا اقدر اقول when I was a child we used to live in a small house by the river. When I was a child, I used to play football. When I was a child, I used to read a lot of books. وهكذا. هذه نستخدم إذا أردنا نعبر عن habit معينة بالماضي بعد ما نسويها نستخدم the past simple. طبعا spelling of verb with ed. تعرفون أنتو الماضي لازم الفعل نحط له ed حتى نعرف انه هذا التنس بالماضي. فاحنا معظم الافعال نضيف لها ed ما نحور بها اي شيء معظمها. مثلا work حط لها ed صير worked. want حط لها ed صارت wanted. help حط لها ed صارت help. الحالات الاخرى عندنا اربع او خمس حالات لازم تنتبهوا لها. احنا شو وقت نسوي تحوير بالmain verb وش وقت نحط له ايدي وش وقت نحط له ايدي وش وقت نكرر الحرف الاخير. فعندنا when the verb ends in e we add only d. مثلا عندنا like، اذا تعرفون like هي without d المين فيرب فنحط لها بس d. ليش؟ لانه الكلمه انتهت بحرف العله الاي. use ايضا use فنضيف لها بس d. hate hated و care cared. فهنا تشوفون انه اذا انتهت المين فيرب انتهى بحرف علل الاي نخلي d فقط. الحاله الاخرى if the verb has if the verb has only one syllable with one vowel and one consonant double the consonant before adding ed. فهنا اذا جت الكلمه نهايتها حرف صحيح ويسبق الحرف الصحيح حرف عله راح نضاعف احنا الحرف الصحيح الاخير ونضيف ed. فعندنا الامثله اللي هي nap نضيف نضاعف الp ونضيف ed فصير napped. عندنا plan planned وعندنا rob robbed وهكذا. الأفعال اللي بيها حرف صحيح ولكن يسبق الحرف الصحيح حرفين علة هنا ما راح نكرر الحرف الصحيح ولكن instead we add only ed. فده تشوفون احنا عندنا cook بيها الحرف الصحيح الk ويسبق حرفين علة احنا ضفنا بس ed. seat seated and mourned mourned. ليش؟ لأنه الحرف الصحيح سبق حرفين علة. ايضا عندنا الحرف الصحيح احنا ما نضعفه اذا انتهى المين فيرب بواي اور وي. العفو اذا انتهى بواي اور دبليو. شلون احنا اضافه تذكرون الاي ان جي اذا انتهى بواي اور دبليو احنا مجرد نضيف اي ان جي. فعندنا بلاي نضيف لها فقط اي دي يصير بلايد وشو نضيف لها فقط اي دي صارت شود. ايضا عندنا in most two syllable verbs the end consonant is doubled if the stress is on the second syllable. بعض الافعال بالانجليزي من تلفظها بها اكثر من مقطع واحد. فهنا دا يقول انه اذا كان الفعل متالف من two syllable وكان الستريس على ال second syllable فاحنا هنا راح نضاعف الحرف الصحيح الاخير ونضيف ed. فعندنا الامثله اللي هي prefer وعندنا admit. فبنشوف من تلفظها انت prefer بنشوف انه بها two syllable pre و far بس من تلفظها prefer بنشوفون انه التنس وين دا يصير على ال second syllable. كذلك ال admit بنشوف admit انه ال admit دا يصير ال stress وين على ال second syllable. فهنا شو نسوي؟ نضاعف الحرف الصحيح الأخير ونضيف ed. لكن بالأفعال اللي متألفة من two syllable
والستريس على first syllable فاحنا هنا راح نضيف فقط ed. فاذا نشوف احنا عندنا entered enter فاذا نضيف فقط ed صارت entered. visit نضيف ed صار visited. ليش؟ لانه الستريس is on the first syllable. ايضا verbs that end in a consonant وبعد y احنا تعرفون هذا ان الواي نحوله الى اي ونضيف اي دي او تتحول الى اي ونضيف دي. مثل عندنا carry نهايتها واي carry نحول الواي الى اي ونضيف اي دي او اي اي ونضيف دي. hurry hurried و bury buried. لكن عندنا ال enjoy تشوفون انه الواي سبق حرف علة. هنا ايش راح نسوي؟ احنا ما راح نلعب بالواي، نخلي كما هو ونضيف اي دي. ليش؟ لانه ينتهي العفو الواي مسبوق بحرف عله. الباست كونتينوس، الباست كونتينوس احنا دائما اذا كان عندنا بوزيتيف اند نيجاتيف راح نستخدم الفاعل اوكسيلري فيرب والمين فيرب بي اي ان جي. لكن إذا تلاحظون أن الأوكسيلري فيرب هي بالماضي، فإذا تشوفون أنه إذا كان الأوكسيلري فيرب بالماضي وبعده مين فيرب بي آي إن جي، فهذا يدل على أنه إحنا هذا التنس هو past continuous. في حالة الكويشن نستخدم أداة الكويشن والأوكسيلري فيرب بالماضي، بعدين الفاعل، وبالأخير المين فيرب بي آي إن جي. طبعاً we often use the past continuous in sentences with the past simple. يعني دائماً نستخدم the past continuous with past simple. طبعاً جداً شائع استخدام the past continuous with past simple عندما تريد تعبر عن شيء أنت كنت تسويه أو كنت تسويه فهو هذا past continuous وبعدين اعترض حدث آخر، هذا the past simple. The past continuous refers to longer background activities. يعني حدث في ماضي بعيد واستمر لفترة معينة. While the past simple refers to shorter completed actions. يعني حدث خلال فترة قصيرة في الزمن وانتهى. فما استمر لفترة طويلة من الزمن. هذا الفرق بين الباست كونتينوس والباست سمبل. فعندنا عدة استخدامات للباست كونتينوس. أول استخدام اللي هو to express activities in progress before and probably after a particular time in the past. مثلا أقول at 7 o'clock this morning at 7 o'clock this morning I was having my breakfast. إذا تريد تسأل تقول what were you doing؟ فإذا تشوفون إنه إحنا عندنا auxiliary verb بعدها main verb ing فهذا يدل على past continuous. أيضاً نشوف إحنا عندنا auxiliary verb بالماضي والmain verb ing فهذا يدل على past continuous. أيضاً for descriptions أنت تريد توصف حدث معين حدث في فترة بعيدة من الزمن. فأقول مثلا عند المثال Jane looked beautiful. She was wearing a green cotton dress. Her eyes were shining in the light of the candles that were burning nearby. تشوفون كلها احنا قاعد نستخدم طبعا انا اول شيء استخدمت past simple Jane looked beautiful. She was wearing a green cotton dress. Her eyes were shining where burning nearby. تشوفون هذه بعد استخدمنا احنا شنو past continuous. طبعا تشوفون انه هذه الجمله او هذا الديسكريبشنز تقريبا تشبه الباست سمبل. ومن قلنا ماري ووك انتو ذا روم اند ستوب شي ليسن كيرفولي. تشوفون هنا past simple. ليش؟ طبعا هنا يعتمد على انت شنو تريد تقول. احتمال انه ماري هي واقفه بصفك فانت تريد توصفها فتقول ماري walked into the room، يعني تحكي مثلا شخص آخر فتقول له ماري walked into the room and stopped. هذا الحدث حدث قبل فترة معينة قصيرة أو فترة زمنية قصيرة.
بينما هنا احتمال انه جين هي ما في يمك وانت هذا الحدث حدث في فترة بعيدة او وحدث استمر الحدث لفترة زمنية معينة، فانت توصفها انه جين لوك بيوتيفول. ليش؟ لانها she was wearing a green cotton dress, her eyes were shining in the light of the candles that were burning nearby. فهذا الفرق بين past continuous descriptions والpast simple descriptions. To express an interrupted past activity يعني انت كنت تسوي حدث معين او شغله معينه وبعدين اجى حدث اخر بالماضي interrupted this action، فنستخدم الpast continuous. فنقول مثلا when the phone rang I was having a shower، فانت دخلت للحمام بالبدايه وبعدين انت دق التليفون. فهنا بنشوف ان استخدمنا الباست سمبل والباست كونتينوس. فانت عبرت I was having a shower لانه فتره ابعد، هذا باست كونتينوس. و when the phone rang انه هو بعدين تليفون دق، هذا باست سمبل. ايضا نستخدم الباست كونتينوس to express an incomplete activity in the past in order to contrast with the past simple that expresses a completed activity. يعني انت صار لك حدث يعني انت سويت فد حدث العفو وما كملته، فانت تقدر تعبر عن هذا الحدث باستخدام ال past continuous. فدا اشوف انه المثال عندنا I was reading a book during the flight I didn't finish it، يعني انت ما كملت الكتاب فتريد تعبر انه انت ما كملته، فنستخدم ال past continuous فاقول I was reading a book during the flight. ايضا the past simple is usually used to express a repeated past habit or situation but the past continuous can be used if the repeated habit becomes a longer setting for something. فناخذ المثالين حتى تفهمونها شنو معناها. فاقول I went out with Jack for 10 years، فهنا استخدمت ال past simple. ليش؟ لانه قلنا usually used to express a repeated past habit or situation. ف I went out with Jack for 10 years، فهو خلال 10 سنوات I went out with Jack for 10 years. لكن شو وقت نستخدم ال past continuous؟ دا اقول I first met Harry while I was going out with Jack. فهنا تشوفون I went out with Jack for 10 years past simple I was going out with Jack. هذه past continuous. ليش؟ لأنه ال repeated habit becomes a longer setting for something. يعني أنت تسوي هاي الhabit for a longer period of time وخلال هذا ال situation صار عندك فد habit معينة. فنقول I first met Harry while I was going out with Jack. تشوفون التداخل بين ال past continuous وال past simple. طبعا الاستخدام يعني هذه احيانا تكون confused، بس هو مثل ما قلت لكم انه بحل الامثله والممارسه انت راح تعرف شو وقت تستخدم ال past simple وال past continuous. عندنا ال past perfect. ال past perfect القاعدة نستخدمها دائما انه السبجكت او الفاعل، وتشوفون انه نستخدم الهاد، وبعدين نشوف انه الباست بارتيسيبل مال الفعل الماضي، تشوفون انه عندنا سين للسي وفينيش للفينيش، ودائما نستخدم احنا الهاد. وفي حالة البوزيتيف نشوف هنا مثلا اقول I had seen him before او I hadn't finished work at 6 o'clock. في حالة الكويستشن نستخدم أداة السؤال معها had، هاي حتى تدل على انه التنس بالperfect، وبعدين السبجكت والمين فيرب بالpast participle والتكملة الجملة. في حالة الشورت انسر ايضا نستخدم yes or no subject ويا الhad، او في حالة النيجاتيف شورت انسر نستخدم not ويا الhad. فال past perfect is used to make clear that one action in the past happened before another
action in the past. فمثلا أقول when I got home I found that someone had broken. تشوفون had استخدمنا I found that someone اللي هو خلينا نقول subject someone had broken اللي هو past participle مال break into my apartment and had stolen my DVD player. So I called the police. فاحنا ايش بنسوي احنا هنا؟ نستخدم ال past perfect to make it clear that one action in the past happened before another action in the past. فهنا استخدمت انا ال past simple وال past perfect حتى اعبر عن action حدث في الماضي قبل action معين. فهنا يعني نشوف هنا serial activities that happened in the past. فلنشوف هنا اذا نجي when I got home I found that someone had broken into my apartment and has stolen my DVD player so I called the police. فلنشوف احنا الحدث اللي صار هو انه someone steal my stuff مثلا. فهذه اول شيء حدثت. بعدين شنو صار؟ انا جيت للبيت I arrived home وبعدين I called the police. فهذه نستخدم بها الـ past perfect لأنه الـ action 1 اللي صار someone broke into my apartment and stole my DVD player. الـ action الثاني I got home and called the police. المثال الثاني I didn't want to go to the theater with my friends because I had seen the play before. فشنو الـ action اللي صار الـ action الأول اللي هو أنا شفت هذا الموفي يعني أنا شفته سابقا فما ردت أروح أشوفه فأصدقائي راحوا شوفوه بعدين. فده نشوف أنه الحدث الأول هو I saw the play or I saw the movie. I saw the movie العفو. بعدين my friend saw the play. فالأكشن number one I saw the play. Action number two my friends went to the theater to see the play. عندنا هذين المثالين راح ناخذها ونشوف الفرق. Notice the difference between the following sentences. When I got to the party, انتبهوا لها. When I got to the party, Peter went home. When I got to the party, Peter had gone home. فده نشوف هنا أنا. When I got to the party, Peter went home. اثنينها Peter went home هي past simple. هنا نفس الجملة when I got to the party Peter had gone home. فهنا شو استخدمت أنا؟ تشوفون إنه had gone هنا أنا past perfect. ليش؟ هنا بالجملة الأولى when I got to the party Peter went home يعني من جيت للبيت هو غادر يعني هو كان موجود بس أنا من وصلت البيت هو غادر. فده استخدم ال past simple لأنه he just left فأستخدم الـ past simple. بينما هنا when I got to the party Peter had gone home يعني هو ما شاف بيتر. ليش؟ لأنه هو وصل للبيت لقاه رايح أصلا فما شاف بيتر. فاستخدمنا احنا استخدمنا الـ past perfect when I got to the party Peter had gone home. فهنا لازم أنتوا تعرفون الفرق. فهنا اعتمد على situation. إذا أنت دخلت البيت وهو راح فهنا نستخدم الـ past simple Peter went home. أما إذا أنا دخلت الـ البيت وما لقيته هو أصلا مغادر قبل فترة زمنية معينة أنا راح أقول had gone نستخدم الـ past perfect حتى أعبر عنه. الـ past passive تعرفون إحنا شرحنا بالمضارع البسيط واستخدمنا الـ passive. قلنا إحنا الـ passive هو نفس الاستخدام يعني الـ past simple والـ past continuous والـ past perfect نفس استخداماتها نستخدمها بالـ past simple passive past continuous passive والـ past perfect passive. لكن شنو يعتمد؟ يعتمد على احنا شنو نريد نركز. نريد نركز على الـ subject لو نريد نركز على الـ object. فهنا يعتمد على شنو احنا نريد نركز. راح نشوف احنا شو وقت نستخدم الـ past passive. طبعا مثل ما قلنا نفس الاستخدامات والقاعدة الأساسية لاستخدام الـ past simple passive هو بنشوف احنا طبعا اكيد الـ object نستخدم was where
زائد past participle، والcontinuous passive نستخدم was و were زائد being. دائما نشوف الauxiliary verb was were زائد being وبعدين past participle، فقول هذا past continuous passive. والpast perfect passive مثل ما تذكرون قلنا الpast perfect نستخدم had، إذا استخدمنا been وياها، وأيضا past participle يعني صار عندك had been زائد past participle، فهذا past perfect passive. مثل ما قلنا هي نفس الاستخدامات، the uses are the uses are the same in the passive as in the active. لكن احنا على شنو نريد نركز؟ نريد نركز على السبجكت او الاوبجكت، فهنا يعتمد على شنو احنا نريد نركز. فده نشوف احنا the bridge was built in 1876، فاحنا استخدمنا the bridge اللي هو الاوبجكت، was built اللي هو past simple in 1876، finished action in the past، لكن احنا هنا قلنا استخدمنا الاوبجكت فصارت past simple passive. The bomb was being diffused. They شوفون the object was being diffused past participle when it exploded, interrupted past activity. فاحنا هنا خلينا شلون نقول هم عالجوا البومب قبل ان تنفجر، فهنا استخدمنا interrupted past activity. The letter did not arrive because it had been sent to my old address. One action before another action in the past. قلنا احنا الباست perfect نستخدم one action before another action in the past. فأقول the letter اللي هو الobject didn't arrive because it، هنا it اللي هي the letter الobject، it had been sent to my old address. هذا فيما يخص الباست. طبعا دا اشرحها اني بصورة مبسطة جدا لانه ما لدى دخلكم بتعقيدات، دا اشرحها حسب الامثله اللي عندكم بالكتاب وحسب ما مصين بالكتاب. فاللي عنده اي شيء اي سؤال، ما عندي اي مشكله يدز السؤال مالته على الجوجل كلاس روم. بس انا انصحكم تشوفون اكو هواي فيديوهات على الباست، حاولوا اشوف لكم كم فيديو حتى يصير عندكم اكسبيرينس وياها. ومثل ما قلت ارجع واكرر، حاولوا تحلون امثله قد ما تقدرون لانه هذه فائدتكم الشخصيه.